بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحبل الكريم، مشاهدينا متابعينا الكرام، أحييكم أجمل تحية صباحية، وها هي انطلاقة شوطنا التاسع، تمت بعون من الله وتوفيقه. شوطنا التاسع وهو الشوط الخاص بالثنايا الابكار المحليات الأصايل في مسافة ورحلة 8 كيلومترات، المسافة الفعلية لهذا السن، ومع بداية هذا الموسم انطلاقة سليمة ورائعة وتحديات جميلة على أرضية هذا الميدان، ميدان المرموم، تحفة الميادين، بدانة الدنيا دبي. شوطنا التاسع، شوط المحليات الأصايل، نسير بالصدارة، نتابع بداية هذا الشوط. وأرى هني زعفران من انطلقت بالمقدمة بشعار الطاهر بن مصبح الكندي المرر، من انطلقت بالمقدمة واندفعت بناموس هذا الشوط وقادت المجموعة من البداية. تليها في المركز الثاني، نتابع المركز الثاني وأرى التحديات أيضا، الانطلاق المتميز من الشاهينية لأحمد بن سيف الزفين المهيري، يتابع انطلاق الشاهينية مع المركز الثاني، وثالثا القدوم من منصورة لحمدان بن يمعة بن حميد بن عمهي المنصوري، الدور دور المركز الرابع. أرى التقدم في هذه اللحظات والتسلل، التسلل مع المركز الرابع، نتابع الانطلاق المثير، نتابع التحدي الجميل مشاهدينا متابعينا الكرام بهذه التحديات الرائعة والانطلاقات الجميلة. ولكن نعود مع المركز السادس، نرى التسلل أيضا من مبعده بشعار حمد بن عبيد بن حلوس بن ذيبان العامري، من ينطلق مع المركز السادس والسابع. التحديات أرهني أيضا شعار سعيد بن مطر الرميثي بدأ يتسلل في هذه اللحظات مع مياسة، مع مياسة اللي انطلقت مشاهدينا متابعين الكرام مع المركز السابع. وثامن التحديات، المركز الثامن، المركز الثامن، أرهني لمحة لحمدان بن محمد بن مبارك العفاري، ومع المركز التاسع القدوم من الجانب الآخر، من الجانب الآخر أرى التسلل أيضا، الانطلاق المثير من اسطنبول لعمير بصغير بن قنون بن يرادة الاجتبي، ومع المركز العاشر نتابع أيضا الشاهينية شعار محمد بن علي بن محمد المنصوري، من يتابع انطلاق الشاهينية مع المركز العاشر. هذه النتيجة مشاهدينا متابعين الكرام، ندان الأول، جولتنا الأولى مع العشر الأسامي المذاعة والمنطلقة بناموس هذا الشوط. ولكن نعود مع الصدارة، نتابع، نتابع البداية، نتابع المقدمة، وأرهني التحديات رائعة، التحديات مشاهدينا متابعين الكرام على أرضية هذا الميدان في مسافة ورحلة 8 كيلومترات. يا سلام يا سلام، التحديات رائعة، الانطلاقات جميلة مشاهدينا متابعينا الكرام. ولكن نعود مع الصدارة، نتابع، نتابع بداية هذا الشوط، نتابع المقدمة، نتابع الصدارة، وأرهني اللي قادت المجموعة، اللي قادت المجموعة، نتابع، نتابع، نتابع التحديات الرائعة، وأرهني، أرهني زعفران من تقود المجموعة، من تنطلق بناموس هذا الشوط، من تتربع على عرش الصدارة منذ البداية، تنطلق بهذه التحديات الرائعة. يا سلام يا سلام يا سلام، زعفران وشعار الطاهر ابن مصبح الكندي المرر على مقدمة هذا الشوط. يا سلام، ولكن أرى، أرى هني مبعدة، أرى مبعدة، بدأت تغترب أيضا رويدة، رويدة وفيتها إلى الصدارة، مبعدة أيضا وبشعار حمد بن عبيد بن حلوس العامري، من يتابع انطلاقة مبعدة مع المركز الثاني. ننطلق مشاهدينا متابعينا الكرام مع المركز الثالث، مع المركز الثالث، وأرى التسلل أيضا، القدوم. يا سلام، نتابع، نتابع التحدي المثير، الانطلاق الرائع، ومع المركز الرابع، المركز الرابع شعار سعيد بن مطر بن محمد الرميثي، من يتابع، من يتابع هذا الانطلاق المثير، من يتابع هذا التحدي الجميل. يا سلام، التحديات رائعة، الانطلاقات جميلة، ولكن نتابع المركز السابع، المركز السابع، أرى التسلل أيضا، نتابع، نتابع
نتابع كتش بشعار مسلي بسالم بالعرطي الحميري من يتابع هذا الانطلاق مع المركز السابع والثامن التحديات القدوم من الشاهينية بشعار أحمد بن سيف الزفين المهيري بينما إذا انطلقنا مع المركز التاسع شعار أيضا ناصر بن حمد بن سهيل بن عويض الخيلي على ظهر خير مع المركز التاسع عاشرا القدوم والتسلل من مصيحة لعبيد بن مسلم بن عبيد الدرعي من يتابع انطلاقة مصيحة مع المركز العاشر. هذه النتيجة مشاهدينا متابعين الكرام. ندان الثاني جولتنا الثانية مع العشر الأسامي المذاعة والمنطلقة بناموس هذا الشوط. يا سلام التحدي والإثارة الحاضرة في مسافة 8 كيلومترات. نعود بالصدارة نتابع البداية المقدمة وأرهني نتابع الزعفران اللي منطلقة بناموس هذا الشوط مع هذه الكوكبة الثلاثية والصراع الثلاثي على مقدمة هذا الشوط. ولكن نتابع الطاهر بن مصبح الكندي المرر من يحكم القبضة على مقدمة هذا الشوط مع الأداء المتميز. ولكن من الجانب الآخر التسلل والانطلاق أيضا نتابع القدوم. يا سلام نتابع مبعده اللي انطلقت في هذه اللحظات بصدارة هذا الشوط وبهذا الشعار حمد بن عبيد بن حلوس العامري من ينطلق بالصدارة بالمقدمة. نتابع المركز الثالث ننطلق مشاهدينا متابعينا الكرام مع المركز الثالث وأرهني الذيبة من بدت تتسلل في هذه اللحظات مع المركز الثالث ناصر بن سهيل بن محمد العفاري من يتابع انطلاقة الذيبة مع المركز الثالث ورابع التحديات كتش لمسري بن سالم بالعرطي الحميري ومع المركز الخامس من الجانب الآخر للشاهينية من انطلقت مع المركز الخامس بشعار حميد بن سالم النايلي الشامسي والقدوم من الشاهينية لأحمد بن سيف الزفين المهيري من يتابع هذا الانطلاق المثير من يتابع هذا التحدي الجميل والتسلل من مصيحة من بدأت تتسلل في هذه اللحظات تنطلق مع المركز السابع مصيحة وبهذا الشعار أيضا عبيد بن مسلم بن عبيد الدرعي من يتابع انطلاقة مصيحة اللي قادمة بكل القوة والقدوم نتابع مياس لسعيد بن محمد الرميثي وارى الشعارات أيضا والتحديات المثيرة. يا سلام أرهني لمحة لحمدان بن محمد بن مبارك العفاري مع المركز التاسع وعاشرا. مشاهدينا متابعين الكرام نتابع الشاهينية لسعود بن عبيد بن حامد الطنيجي ولكن نعود بالصدارة مع المقدمة نتابع بداية هذا الشوط. يا سلام وزعفران تستعيد الحقوق المنهوبة في هذه اللحظات تنطلق بالصدارة بالمقدمة. زعفران منذ البداية تقود المجموعة متحملة مسؤولية هذا الشوط. الطاهر بن مصبح الكندي المرار من يتابع انطلاقة الزعفران على مقدمة هذا الشوط تليها في المركز الثاني أرهني مبعده لا يستهان به بهذا الشعار أيضا حمد بن عبيد بن حلوس العامري شعار حقق الإنجازات أيضا منذ فترة طويلة في هذا العالم الساحر. ننطلق مع المركز الثالث نتابع ثالث التحديات والقدوم والتسلل أيضا نتابع كتش لمسري بن سالم بالعرطي الحميري والقدوم أيضا التحديات بن مصيحة لعبيد بن مسلم بن عبيد الدرعي. ولكن يا
سلام يا سلام يا سلام، التحديات مع المركز الخامس من الجانب الآخر من الجانب الآخر، ولكن أرى هني مياس، أرى مياس بشعار سعيد بن مطر بن محمد الرميثي مع المركز الخامس. سادسا مشاهدينا متابعينا الكرام، لمحة لحمدان بن محمد بن مبارك العفاري، والقدوم يا سلام، أراهني سلطانة بدأت تتسلل في هذه اللحظات بشعار محمد بن خليفة بن قحيد المهيري. ومن الجانب الآخر من الجانب الآخر أرى هناك أيضا اسم جديد بدأ يتدخل في هذه اللحظات. يا سلام، نتابع شعار سالم بن راشد بن غدير مع الرخامية اللي انطلقت في هذه اللحظات، ولكن نعود مع الصدارة، نتابع البداية، وأراهني مصيحة، أرى مصيحة صاحت بناموسي هذا الشوط وانطلقت بالصدارة، انطلقت بناموسي هذا الشوط في اللحظات الأخيرة في أمتار النهائية. مصيحة وعبيد بن مسلم بن عبيد الدرعي، يا سلام يا سلام يا سلام، أهالي القوع يطالبوا بالسلامات أيضا مع الأداء المتميز اللي تقدمه مصيحة، اللي تقدمه مصيحة، حيث أنها بدت تباعد، بدت تنفرد بناموسي هذا الشوط. يا سلام، مصيحة 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 تنفرد 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 بناموسي هذا الشوط. سلام سلوب سلام يا القوع، سلام، اسعدت صباحا بهذا الأداء المتميز اللي تقدمه مصيحة، اللي تقدمه مصيحة، تهانينا تهانينا لعبيد بن مسلم بن عبيد الدرعي، تصل مصيحة إلى خط النهاية بدون أي منافس، بدون أي منازع على الإطلاق، بدون أي تعليمات، تهانينا تهانينا لعبيد بن مسلم بن عبيد الدرعي على فوز مصيحة بالمركز الأول. لحظات الوصول والاغتراب من خط النهاية بدون أي منافس على الإطلاق. سلام سلام يا القوع، سلام سلام، والتحية مع الأداء المتميز اللي قدمته مصيحة، بينما اللي وصلت مع المركز الثاني. هذه لحظات وصول المركز الثاني مشاهدينا متابعينا الكرام، تصل فيه الشاهينية لأحمد بن سيف الزفير، والمركز الثالث مبعده لحمد بن عبيد بن حلوس، والمركز الرابع التحديات من احترام لحمد بن سالم بن سعيد بن حلوكة. هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام، ولكن نعود مع التوقيت الزمني ولحظات وصول مصيحة إلى خط النهاية، تقطع المسافة في 13 دقيقة 4 ثواني 5 أجزاء من الثانية. تهانينا لمالك مصيحة عبيد بن مسلم بن عبيد الدرعي، واللي وصلت مع المركز الثاني. نتابع الشاهينية تصل مع المركز الثاني مشاهدينا متابعينا الكرام، الشاهينية تقطع المسافة في فترة زمنية مقدارها 13 دقيقة، هذه لحظات الوصول 13 دقيقة 9 ثواني وأربع أجزاء من الثانية. التهاني لأحمد بن سيف الزفين المهيري، واللي وصلت مع المركز الثالث مبعدة، تقطع المسافة في فترة زمنية مقدارها 13 دقيقة 10 ثواني بالوفائي.